أوضح مسؤول النادي المصري بورسعيدي موقف لاعبي الفريق محمد الشامي وعبد الله جمعة المعارين من أنبي إلى الفريق البورسعيدي لمدة 6 أشهر خلال فترة انتقالات يناير بأن اللاعبين يحق لهم الاشتراك في نهائي كأس مصر أمام الأهلي المقرر إقامته الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب، حيث أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري أن اتحاد الكرة المصرية أرسل خطابا رسميا للأندية الأربعة التي تأهلت لنصف نهائي كأس مصر، أوضح خلاله إلزام أندية سموحة والأهلي والزمالك والمصري بخوض باقي مباراة كأس مصر بالقائمة القديمة للفريق حتى في حالة فتح باب القيد للموسم الجديد، وبذلك يكون إشراك جمعة والشامي قانوني وليس به أي مشكلة.